حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار من اعتماد الحكومة سعرا تخمينيا يتخطى 55 دولارا لبرميل النفط في قانون الموازنة المالية. وقال النائب عبد الجبار إن سعر برميل النفط العراقي بلغ عام 2022 نحو 95 دولارا بتصدير يومي بلغ نحو 3,350,000 برميل على كردستان العراق، وبين أن السعر الحالي للبرميل هو 77 دولارا أي بفارق 18 دولارا ونصف الدولار للبرميل الواحد عن سعر العام الماضي. أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط أن اعتماد العراق على النفط والغاز فقط كمصدر للدخل القومي يعد فشلاً اقتصادياً كبيراً. وذكر التقرير أن العراق يعتمد على النفط والغاز بنسبة 99% كمصدر للدخل القومي للبلاد من خلال تصديره بشكل خام، فيما يعاني القطاع الحكومي من زيادة كبيرة في عدد الموظفين، وغالباً ما يقومون بأدوار غير منتجة وقائمة على المحسوبية والفساد، فيما لا يكاد يوجد قطاع خاص مستقل حقاً ما يشكل هدراً لواردات النفط المصدر. ذكرت شركة كامكو إنفست للاستثمار أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في منظمة أوبك بزيادة إنتاج النفط في العام الماضي. وقالت الشركة إن أسعار النفط شهدت تقلبات مستمرة خلال عام 2022، وتم تداول العقود الفورية لمزيج خام برنت ضمن نطاق أوسع بكثير من 96 دولاراً و133 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر النفط ذروته في بداية آذار الماضي عقب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان من المتوقع أن تؤثر على إمدادات النفط في سوق يتميز بارتفاع الطلب. طالب النائب في برلمان كردستان العراق مسلم عبد الله بربط رواتب الموظفين في السليمانية مع الحكومة في بغداد مباشرة. وقال النائب عبد الله إنه بإمكان السليمانية في حال عدم توصل سلطات أربيل لاتفاق يخص الموازنة مع الحكومة، يمكن لها ربط رواتب موظفيها مع بغداد مباشرة لضمان توزيعها بشكل مستمر، فضلاً عن إمكانية إنعاش الحالة الاقتصادية وحركة الأسواق في ظل الجمود الذي تعيشه حالياً. قالت وزارة الزراعة إن أسباب ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلية يعود إلى ارتفاع أسعاره في كل دول الجوار. وأضافت الوزارة أن الإنتاج المحلي لا يسد الحاجة الداخلية والتي تبلغ 40,000 صندوق يومياً، ما يجعل العراق مضطراً للاستيراد من الخارج، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار البيض في دول الجوار إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار أثر سلباً على أسعار المعروض من البيض والدواجن. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.